أشواق، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز، الخبر من قلب الحدث. معكم يوسف كريران ممثل مجموعة حسبة جروف. اليوم الحمد لله دوزنا واحد الحفل زوين منظم من طرف مجموعة ليسافيو ديال أسفي. هاد الحفل الحمد لله داز زوين بالحضور ديال الفنان ديالنا الجميل كريم جبران، اللي بدورو كنوجهو ليه التحية في هاد اللحظة هادي، وكنشكرو أشواق على التغطية ديال هاد الحفل هذا، ونتمنى ان شاء الله نشوفكم في اقرب فرصه في حفل اكبر واكبر واكبر ان شاء الله. كنشوفوا في هذا الحفل صراحه من الحوايج اللي يتعطشن لهم الناس ديال اسفي، وبهذه المناسبه كنشكر جمعيه اطباق واطباق واطباق اللي نظموا هذا الحفل، وجابوا السي الشاف هادي المعروف على الساحه العالميه، وكنشكر كذلك صافيو فاميلي اللي على التنظيم ديالهم الرائع، والناس اللي شاركوا في هذا الحفل، ونتمنوا المزيد من التألق وهذا الشيء يتكرر ان شاء الله بحول الله. جد مسرورة في التواجد ديالي في هذا اللقاء التواصلي الفني باسم شركة جلوبال بريستيج سيرفيس، الشركة اللي كتسعى دائما لتقديم يد العون، مجموعة من الشؤون، مجموعة من المساهمات محلية وطنية. في هذا اليوم كنبغي نقول اننا قمنا بمساهمة لجمعية الأذواق وأطباق أم أروى، وكنتمنوا لها النجاح والاستمرارية، وسنة 2017 تكون أكثر ازدهار وعطاء. وكنبغي نشير أن الشركة ديالنا جلوبال بريستيج سيرفيس هي في هي إشارة أي مبادرة سواء قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في شان يوتيوب وتبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.